كما أثار الخبر حالة من الفزع والفوضى نتيجة الخلل الأمني المتوقع بهروب جبل شيب. أهلاً بشيب. سلام عليكم. أهلاً أبو طلال. شو طمني؟ ان شاء الله كل شيء عزو، ناقصك شيء، لازمك شيء. والله وش يقصد منك يا ابو طلال؟ ماني عارفان كيف بدي اتشكرك على اللي سويته واللي عم تساوي. شو هالحكي يا ابو سلطان؟ الدار دياركم وانتوا قاعدين بين اهلكم وناسكم. كتر خيرك وخير الناس الطيبه. اذا بتعزني تعتبر هذا البيت بيتك، يعني الكلام لإلك والشاور شاورك. عشت. شو يا ابي؟ شو صار مع امك بالغدا؟ يلا شوي بيجهز. تفضل تفضل. يلا شوي وجيب لك الغدا. لا لا مالي نفس. ما بيصير، بدك تاكل لانه عندك ادويه هلا وعندك ادويه بعد الاكل. افتح ايدك. اذا هي قبل الاكل، لكن اللي اخذناها من شوي شو؟ لا هي دي كانت بعد التربيعه، هي قبل الغدا. لي على اختها السردي، انا شو اللي بده يحفظني هذا الدواء لشو وهيدا ايمتى؟ انت مالك من شي، انا حكيت مع الحكيم وحفظت منه كل شي وراح اعطيك الدواء بوقته.